النصر يعني خرج من دور الثمانية واعتبروه الإنصابين إنجاز تاريخ لهم أنهم وصلوا في كأس آسيا لأول مرة في دور الثمانية، مع أنه الهلال ثلاث بطولات أبطال آسيا وأربع بطولات بطولتين سوبر وبطولة كأس الكؤوس وسبع بطولات حرة نقية بطولات آسيوية. وش تقصد بها حرة نقية؟ حرة نقية لأنه دائما يتغنون النصراويين بهذا الكلام، لأنه النصر لم يستطع على آسيا صعبة قوية، آسيا لا يستطع لها إلا كبير آسيا اللي هو الهلال. الهلال لأن تفوق الهلالي جعل النصراويين، وأنا أنا أنا أناشد كل النصراويين إنه بدل ما تكون دائما تتابع الهلال ناظر يعني شاهد أسباب تفوق الهلال. ما هي أسباب تفوق الهلال؟ أسباب تفوق الهلال هي اللي تخليك إنك تكون مثله، أما إنك دائما تشكك في الهلال، الهلال دائما في الصدارة والباقيين يلاحقونه ويشككون فيه. معنى كلامك قبل شوي إنه النصر متفوق داخليا. نعم. هذا يعني بناء هذا بناء إثبات منك إثبات من رئيس النصر السابق. طيب. إن النصر في الموسم طيب. الماضي طيب. كان متفوق وخرج من دور الثمانية. الهلال لم يستطع. هو يريد يسقط على الهلال. أي نعم. يريد يسقط على لم يستطع الهلال لم يستطع إنه يحقق الكأس العام الماضي، ونعرف أسباب يعني لأول مرة المنتخب يشارك بدون لاعبين المنتخب اللي لاعبين الهلال حرموا من لعيبتهم وكان الدوري لم يوقف، وايضا لعب خلال يعني تخيل خلال شهر تقريبا لعب 11 مباريات في جدوله ظالمه، يعني لو هم آلات ما تحملوا، وكانت امور عاديه والهلاليين يطالبون حقوقهم العاديه، لكن النصراويين مع هذا لم نرى لهم الا تشكيك بعد ما تصدر الهلال، وراينا حتى يعني اشياء غريبه ومعروفه يعني دائما على ما قالوا حضر البريد مسح السبوره، الهلال طيب. متفوق ولازم اي تفوق عند نادي متفوق لازم الباقيين لازم هذا قدر الابطال يعني.